بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين. أصحاب السعادة، أيها السيدات والسادة، ضيوفنا الأكارم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إننا نشعر بالفخر دائما عندما تلتئم أسرة الرياضيين في رفعات القوة هنا في دبي بدولة الإمارات العربية المتحدة، دولة الأخوة والصداقة والسلام أولاً، ثم التنافس الرياضي النبيل الذي تتفتح طاقاته كأزهار وورود جميلة تبعث الأمل والخير والمحبة إلى كل أصقاع العالم. ونسعد كثيراً حينما نرى كل مشاعر الشوق واللهفة لديكم أنتم، وأنتم تطاؤون أرض المطار في دولة الإمارات العربية المتحدة، تحملون معكم مشاعر طيبة تجاه هذا البلد الطيب وأهله جميعاً. In the very first FASA, only a number of selected athletes were invited to attend this competition. And now we have 234 participants from 46 countries. On behalf of IPC Powerlifting and everyone attending the fourth FASA, I would like to take this opportunity to wish each and every lifter a very successful competition, and hope they achieve the outcome they have trained for, hard for, and come here to compete for, inshallah. Thank you, shukran. حكمتك